هذا وأكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين على ما تتميز به العلاقات البحرينية السعودية من متانة وترابط كبيرين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، مشيدين بما تحقق في المملكة الشقيقة من إنجازات تنموية وحضارية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. الحقيقة يعني بالنسبة لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية هو يوم نعتز به، احنا نحس بالانتماء للمملكة العربية السعودية، وبالتالي نتقدم بالتهاني للمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى نائب الى ولي العهد الامين، ونتمنى للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار، لان فعلا هي احد اعمدة الامن والامان في منطقة الخليج العربي وفي الوطن العربي. يعني كلها احنا الحمد لله اليوم نحس بان التطور الذي يكون في الاقتصاد السعودي هو فعلا تطور في الاقتصاد البحريني. لا ننسى ايضا حجم التطور اللي جرى في الجانب الاقتصادي. خلينا نقول نتكلم على التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والبحرين، واذا احنا اخذناه في الاعتبار خلال السنوات العشر الماضية يعني لاحظنا هناك في ازدياد مضطرد في حجم الصادرات اللي هي موجودة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين، يمكن زاد بحوالي نسبة أكثر من 80%. أيضا لا ننسى أن هناك عندنا موجود في زيادة في الصادرات اللي هي تتم من مملكة البحرين المملكة العربية السعودية، واللي هي نمت خلال العشر سنوات الماضية بنسبة أكثر من 34%. اليوم الوطني السعودي هو احتفال لكل الدول العربية، وبالأخص يمكن البحرين هنا نتميز بقربنا من العمق اللي يفترض عمقنا الاستراتيجي هي المملكة العربية السعودية، وعمق كثير من الدول يمكن اليوم على الساحة الدولية على الساحة الخليجية العربية، فلذلك نتمنى لهم المزيد من التقدم، وحفظ الله المملكة قيادة وشعبا. نستذكر في هذا اليوم حجم العلاقات ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأخيرها المجلس التنسيقي ما بين المملكتين. هذا التعزيز وهذا التوطيد ما بين المملكتين يبين مدى قرب هذه المملكتين.